يفتتح اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية أعماله غدا، والذي سيبحث موضوع تعزيز السلم والتنمية المستدامة في آسيا ضمن الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمقرر عقدها في مملكة كمبوديا خلال 28 من نوفمبر وحتى 1 ديسمبر. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة السيد فؤاد الحاجي، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية. مساء الخير سيد فؤاد، وبداية لو تطلعنا على أبرز الموضوعات التي ستطرح في الاجتماع فيما يتعلق بتحقيق السلم في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على هذا الجهود الطيب في التغطية التلفزيون البحرية، وأشهد مشاهديكم الكرام، احنا في هذا الوقت يعني مملكة البحرين صار لها في المجموعة الآسيوية عدة سنوات من ابتداء عندنا المجلس الوطني في البحرين. الوفد برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الموقر ضمن في عضوية أعضاء من مجلس الشورى من مجلس النواب سعادة الدكتور الشزاعي، محمد علي، الدكتور عبد العزيز أبن، سعادة الحاجي طبعا، الدكتور سعادة السيد عباس الماضي والعمادي وأحمد غراب. أهمية المؤتمر تجي من الدور المميز اليوم إلى البرلمانات والدبلوماسية البرلمانية في حل بعض الأمور يعني المستجدة التي لابد أن يوجد لها حل. يعني احنا تم تعزيز السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، كنا نحاول كل جهتنا وحاولت معانا دول صديقة في هذا الاتحاد ان لابد ان يكون التعاون بين الدول الآسيوية تعاون بناء مشترك. نعم. وشددنا عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء، هذا بند مهم، وهذا من 2009 في مؤتمر طهران احنا شددنا على هذا. واحنا والمجموعة الخليجية، مجموعة دول مجلس التعاون في المجموعة الآسيوية، التنمية المستدامة إذا ما حميت القوانين وصار واتفاقات بين الدول الآسيوية أن يكون التعاون بينها على أساس الصداقة والاحترام والتعاون المترابط والمسائل المشتركة. نعم سعادة السيد فؤاد الحاجي، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، شكرا جزيلا لك.